جون ماكافي عراب البرمجيات يموت في إسبانيا منتحرا في بدايات أجهزة الكمبيوتر عندما كانت تتعطل. كان مستخدموها دائما ما يلجؤون إلى فكها أو تحطيمها، لكن بعد ظهور النابغة جون ماكافي الذي اخترع أول برنامج مكافحة الفيروسات حلت المشكلة. حصل نتيجة لهذا على أزيد من 100 مليون دولار. فتح شركته الخاصة وقام ببناء الكثير من المنازل الفخمة، كما قام أيضا بالمنافسة في الانتخابات على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه في الأخير توفي منتحرا. إذن ما سبب انتحاره؟ وهل انتحر حقا؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عليها الدقائق القادمة من هذا الفيديو، ولكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدين الأعزاء إلى الضغط على زر المشاركة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن لنتابع. حياة جون ماكافي. ولد ماكافي في منطقة سينتفورد البريطانية في 18 من شتنبر من عام 1945. من أب أمريكي كان جنديا في الخدمة هناك، وأم بريطانية. قضى معظم طفولته في مدينة إسلام التابعة لولاية فيرجينيا الأمريكية. عندما بلغ ماكافي 15 سنة من عمره، قتل والده الذي كان مدمن كحول نفسه بإطلاق النار على رأسه. حاز على شهادة الإجازة في الرياضيات سنة 1967 من جامعة رين كي، ومن ثم حاز على شهادة الدكتوراة أيضا من نفس الجامعة سنة 2008. عمل ماكافي كمبرمج في معهد ناسا لدراسات الفضاء في مدينة نيويورك من عام 1968 إلى عام 1970، حيث كان يعمل في برنامج أبولو. من هناك انتقل إلى يونيفاك كمصمم برمجيات، ولاحقا إلى كزيروكس كمهندس أنظمة تشغيل. في عام 1978 التحق بشركة علوم الكمبيوتر كمستشار برمجيات. عمل في شركة الاستشارات بوز آلين هاملتون من سنة 1980 إلى 1982. في الثمانينيات أثناء عمله لدى شركة لوكهيد تلقى نسخة من أول فيروس كمبيوتر، وبدأ في تطوير برنامج لمكافحة الفيروسات. وبعد فترة تمكن من إنشاء برنامج مكافحة الفيروسات باسم ماكافي. عام 1987 أسس ماكافي شركة ماكافي أسوسيتس، والتي باعت برنامجه، وهو أول برنامج مضاد للفيروسات يتم طرحه في السوق. تأسست الشركة في ولاية ديلاوير عام 1992، وفي غشت 1993 استقال جون ماكافي من منصبه كرئيس تنفيذي، لكنه ظل مع الشركة كمدير فني. في عام 1994 باع حصته المتبقية في الشركة، ولم يعد بذلك تربطه أي صلة بها. بعد العديد من عمليات الاندماج وتغيرات الملكية، استحوذت انتل على برنامج ميكافي في غشت 2010. وفي يناير 2014 أعلنت انتل أنه سيتم تغيير أسماء منتجات ماكافي باسم انتل سيكوريتي. وبهذا أعرب ماكافي عن سعادته بتغيير الاسم قائلا: أنا الآن ممتن دائما لشركة انتل لتحريري من هذا الارتباط الرهيب بأسوأ برنامج على هذا الكوكب. في غشت 2009 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ثروة ماكافي الشخصية قد انخفضت إلى 4 ملايين دولار بعدما كانت تبلغ 100 مليون دولار بسبب تأثير الأزمة المالية ما بين 2007 و2008 على استثماراته. عام 2009 تمت مقابلة ماكافي في بليز، حيث ورد أنه استثمر أو بنى العديد من المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يتم بيعها عندما ضرب الركود العالمي عام 2007. كما ناقش التقرير سعيه لإنتاج نباتات للاستخدامات الطبية المحتملة على أرضه في بليز. في فبراير 2010 بدأ ماكافي شركة كوروميكس ومقرها في بليز، والتي تهدف إلى إنتاج المضادات الحيوية العشبية. في يونيو 2013 قام ماكافي بتحميل فيديو محاكاة ساخر بعنوان How to Install McAfee Antivirus على قناته باليوتيوب. في ذلك ينتقد برنامج مكافحة الفيروسات، بينما يشم المسحوق الأبيض والنساء الشبه عاريات من حوله. جمع الفيديو ما يزيد عن 14 مليون مشاهدة،
وقال بعد ذلك أن الفيديو كان يهدف إلى السخرية من التغطية الإعلامية السلبية له. أيضا في عام 2013 أسس ماكافي شركة أخرى باسم Future Tense Central، والتي تهدف إلى إنتاج جهاز شبكة كمبيوتر آمن يسمى Decentral. في فبراير 2014 أطلق ماكافي تطبيق كوغنيزانت للهواتف الذكية، والذي يعرض معلومات حول منح الإذن للتطبيقات المثبتة الأخرى. وفي أبريل 2014 تم تغيير اسم التطبيق إلى One Decentral، وتم إطلاق إصدار أندرويد مجانا على جوجل بلاي. وبعد سنتين تطوع ماكافي علنا لفك تشفير آيفون الذي استخدمه رضوان فاروق وتشفين مالك في جريمة إطلاق النار الجماعي في سان برناندينو. اعترف لاحقا أن ادعاءاته حول مدى سهولة اختراق الهواتف كانت حيلة دعائية، رغم أنه لا يزال يدعي أنه يستطيع ذلك. ماكافي والسياسة. في الثامن من شتنبر 2015 أعلن ماكافي عن ترشحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 كمرشح لحزب سياسي تم تشكيله حديثا يسمى سايبر بارتي. في 24 ديسمبر 2015 أعاد إعلان ترشيحه قائلا إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى الترشيح الرئاسي للحزب التحريري. في مسار حملته الانتخابية أجرى الاقتراع باستمرار جنبا إلى جنب مع كبار المرشحين الآخرين للحزب، وبالتالي جاء ماكافي في المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية 2016 والثالث في المؤتمر الوطني التحريري. لكن رغم ذلك لم يتوقف إلى هذا الحد، حيث أعلن في 3 من يونيو 2018 أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2020، إما مع الحزب التحريري أو الحزب الذي أسسه. في 22 من يناير 2019 صرح ماكافي أنه سيواصل حملته في المنفى بعد ورود تقارير تفيد بأنه وزوجته وأربعة من موظفي الحملة الانتخابية قد اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالضرائب من قبل مصلحة الضرائب. قال إنه كان في المياه الدولية، لم تعلق مصلحة الضرائب الأمريكية على لوائح الاتهام المزعومة. في 29 من يونيو كتب على تويتر أنه تم نقل مقر حملته إلى هافانا في المؤتمر الوطني التحريري لعام 2020. خسر مرة أخرى، الآن أمام جورج جينسون وسبايك هوكين على المناصب الرئاسية ونائب الرئيس، وجهات النظر الاقتصادية. أكد ماكافي أن الضرائب غير قانونية، وادعى عام 2019 أنه لم يدفع مستحقات الضرائب منذ عام 2010، وأشار إلى نفسه أنه هدف رئيسي لدائرة الإيرادات الداخلية. في يوليو 2017 توقع ماكافي على تويتر أن سعر البيتكوين سيرتفع إلى 500,000 دولار في غضون 3 سنوات. وفي يناير 2020 كتب على تويتر أن تنبؤاته كانت خدعة لإدخال مستخدمين جدد، وأن عملة البيتكوين تلك كانت ذات إمكانيات محدودة لأنها تقنية قديمة. قضايا قانونية. في 12 من نوفمبر بدأت شرطة بليز في البحث عن ماكافي كشخص متهم فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة قتل المغترب الأمريكي غريغوري فيانتفول، الذي عثر عليه ميتا جراء إطلاق رصاصة على رأسه في منزله بعدما وجد ماكافي الذي كان يقطن بجانب الضحية كلابه 9 ميتة جراء تناولهم لمادة مسممة. قال ماكافي في مقابلة أنه كان يخشى أن تقتله الشرطة ورفض أسئلتهم الروتينية، لذلك هجر بليز بعد الحادثة. في دجنبر كشفت مجلة فيس عن طريق الخطأ عن موقع ماكافي في منتجع في غواتيمالا عندما تم نشر صورة التقطها أحد صحفييها المرافقين له مع بيانات تحديد الموقع الجغرافي أثناء وجوده في غواتيمالا. طلب اللجوء السياسي لكن دون جدوى، وفي 5 من دجنبر ألقي القبض عليه لدخوله غواتيمالا بطريقة غير مشروعة. بعد ذلك بوقت قصير رفضت هيئة المراجعة التماسه اللجوء، فتم نقله إلى مركز احتجاز في انتظار ترحيله إلى بليز. بعد ذلك بيوم
أعلنت السلطات أن مكافي تعرض لأزمة قلبية طفيفة في مركز الاحتجاز وتم نقله إلى المستشفى. قال مكافي في وقت لاحق أنه زيف النوبات القلبية لكسب الوقت لمحاميه لتقديم سلسلة من الاستئنافات التي حالت في النهاية دون ترحيله إلى بليز، وبالتالي تسريع قرار الحكومة بإعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 12 من دجنبر تم إطلاق سراح مكافي وترحيله إلى الولايات المتحدة، لكن المحكمة الدورية في أورلاندو بولاية فلوريدا رفضت غلق قضية تهمة القتل ضده بسبب وفاة فول. وفي يناير 2019 هرب مكافي من السلطات الأمريكية ولجأ إلى العيش على المياه الدولية على متن قاربه بعد اجتماع هيئة محلفين كبرى لتوجيه الاتهام إليه هو وزوجته وأربعة من موظفي الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب التحريري لعام 2020 بتهمة التهرب الضريبي. وفي 5 من أكتوبر 2020 تم القبض على مكافي في إسبانيا بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية بتهمة التهرب الضريبي، زعمت لائحة الاتهام في يونيو التي تم الكشف عنها عن القبض عليه أنه حصل على ملايين الدولارات ما بين 2014 و2018 دون دفع دولار واحد كضريبة. تم سجن مكافي في إسبانيا بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 23 من يونيو 2021 تم العثور على مكافي ميتا في زنزانته في سجن سنتر بينيتيكيني برينس بالقرب من برشلونة بعد ساعات من أمر المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتهم جنائية رفعها قسم الضرائب بوزارة العدل الأمريكية في تينيسي. وقالت وزارة العدل الكاتالونية كل شيء يشير إلى أنه قتل نفسه شنقا. أثار موت مكافي نظريات المؤامرة على الأنترنت، خاصة وأنه قال عدة مرات أنه إذا عثر عليه ميتا شنقا فهذا يعني أنه قد قتل. بعد دقائق من تقرير وفاته تم نشر صورة الحرف كيو على حسابه على انستغرام، وربما في إشارة إلى نظريات مؤامرة قانونية. وقد أشار بعض الصحفيين إلى هذه النظريات على أنها تخمينية وغريبة ولا أساس لها، وتستند أساسا على تصريحات مكافي نفسه. في اليوم التالي لوفاته قال محاميه للصحفيين إنه بينما كان على اتصال دائم بمكافي في السجن لم تكن هناك علامات تدل على وجود نية انتحارية، وبهذه الطريقة انتهت مغامرات مكافي الملحمية.